اي واي سبابين جايز، هاو يو دوين؟ ويل، مرحبا بكم الدراري في جيمين نيوز. غادي تكون سبيسيال اي سبور، يعني نهضروا فيها غير على لي سبور، على الاي سبور بلاير مغاربه داخل وخارج ارض الوطن. انترو. كيف ما كتعرفوا، هذا العام الدراري في لياسي اللي هي البطوله العربيه الرسميه ديال ليغو اوف ليجند في لا ريجون ديالنا، هذا العام عندنا الفرصه ولا عندنا الحظ اننا شفنا جوج ديال الفرق مغاربه في البريستيج، بحال قلتي جوج ديال الفرق في الشامبيونز ليغ اللي هما بطبيعه الحال فوكس جيمين وتي بي ال. فريق تي بي ال بدا واحد البدايه اللي متعثره نوعا ما، حيت كيتواجد حاليا في الاخر ديال الترتيب، ولكن مازال بزاف ديال الحوايج. حنا عارفين بلي ان تي بي ال عنده واحد يسبريش انها تقدر دير كومباك في اي لحظه، ماشي غير في الجيم ولكن في التورنوا كامله. دونك كنتمنوا لهم حظ موفق ان شاء الله في الجيم اللي جايين باش يطلعوا في الترتيب وما يطيحوش بالنسبه لهاد سبريت. فريق فوكس جيمين حتى هو كان بدا بدايه متعثره، ولكن دارك الموقف بعد ما ربح الكلاسيكو ديالو ضد انوبيس وربح واحد الجيم، الشيء اللي خلاته انه يكون في المرتبه الخامسه في هاد ياسي. دونك دابا كيحاول انه يتقاتل باش يلعب البلاي انز، باش يلعب انه باش يقدر انه يفوز بهاد سبليت نمبر 1 ولا اما يتقاتل عليه. ولا كنت تشيرو لازال على ميزه، واكاشي يا اكاشي ماذا فعلت بانوبيس يا اكاشي؟ اداء رائع، كوادرا كل مرعب هذا الميدلينر. غندوزو دابا الجيم تاع فالورانت، وغادي نهضرو ماشي على تيم كامله ولكن على واحد اي سبور بلاير مغربي فخر العرب كيف ما كنقولوا، جون كيوتي. كيف ما كتعرفوا، اللاعب جون كيوتي انضم لفريق غوست اي سبور اللي كيتواجد حاليا في الكواليفايرز ديال الفي سي تي ديال نورث امريكا. حنا عارفين بلي ان ان اي من اصعب لي ريجون فالورانت، يعني الليفل فيها فريمون طالع بزاف. هاد الويكس اللي فاتوا لعبوا فريمون دي جيم اللي صعب بزاف، نقدر نقول لكم ان جون كيوتي كان فريمون عنده واحد لامباكت اللي كبيره بزاف باش انهم يربحوا ثلاثه ديال لي جيم على اربعه، خصوصا الجيم الاخره اللي ربحوها بجوج زيرو كان ضد فريق اللي معروف بزاف اللي هو تي اس ام، وكان فريمون جون كيوتي اون بوينت، فريمون اون بوينت. نخلي لكم شويه ديال الكليبات باش تشوفوا اشنو طار. ودابا باقي لهم اخر اسبوع، دونك كنتمنوا جون كيوتي والفريق ديالو غوست اي سبور حد موفق، حيت غيواجه وحده من احسن الفرق اللي كاينه في ان اي 100 تشيفز. مع العلم اننا غنعطيو واحد المعادله صغيره واخا ما كتعني حتى شي حاجه، دابا تي اس ام ربحات 100 تشيفز وغوست معاهم جون كيوتي ربحوا تي اس ام، ولكن صافي با دير انهم غادي يربحوا 100 تشيفز، غير كتعني بلي انهم غتكون واحد الجيم اللي فريمون زوينه بزاف، دونك خصنا نتفرجوا فيها ونشجعوا جون كيوتي، نعطيو قلوب مغربي ديالنا فخر العرب. And that's the Viper pit down. The advantage still comes in for TSM. 14 seconds left. The peak coming out from the heaven side. The wall bang doesn't pan out as we're trying to get the plant down. Nice little fake plant coming in for a full plant right after as John Cutie goes for another flame plant for a kill. Wait, I think he's got it. Doesn't have enough time. Does he have enough time? Oh my god, this guy is a god. John Cutie against Sabrosa that also has all of his utility on the top of heaven side. Oh, and John Cutie gets the Red Bull clutch. دابا غنبقاو في نفس لوبتيك، ما غاديش نهضروا على تيم كامله، ما نهضروش على فالورانت، غنهضروا على فيفا ولعاب بارتيكوليرمون اللي هو مهدي السلوي. مهدي السلوي دار واحد الاداء ممتاز وانس اجين في الكواليفاير الرابع ديال اف جي اس، فريمون كان ليفل طالع بزاف، هذا الدراري محيحين على برا، خليني يا صاحبي من داكشي، دار واحد الجيم واحد الماتش بلوتو اللي فريمون زوين بزاف، الماتش الاول خسروا 3-0 وكان فريمون ما عندوش الزهر، زقل بزاف ديال الفرص اللي فريمون حتى كيتزقلوا، والماتش الثاني بطبيعه الحال ربحوا ب2-0، نتوما حنا عارفين مهدي السلوي عنده واحد ليسبخي ديال الكومباك، واحد تشيل خصوصا كان لاعب ضد يو غات تو تشيل، يمكن كان تشيل اكثر منه. ان توكا كنتمناو ليه حظ موفق في المسيره ديالو وفي لي جيم اللي جايين ان شاء الله. غادي نبقاو في فيفا، نهضروا على المنتخب الوطني اللي حط الرحال ديالو وانس اجين في ابو ظبي، هذه المره مرحله جد محاسمه، كاينين 6 ديال الفرق وغير 3 منهم اللي غادي يمشيو للدنمارك، غير 3 منهم اللي غادي يمشيو لاكوب دي موند فيفا اي نيشنز كاب، يعني بطوله العالم ديال فيفا. ما بقاش بزاف صراحه نقدر نقول لكم، انا غنعطي برونوستيك، دونك عندنا واحد جوج المنتخبات اللي هما السعوديه وساوث افريكا اللي فريمون عندهم واحد ليفل بزاف، وعندك المغرب. انا كنظن خصوصا خصكم تعرفوا بلي ان هذا الشيء نورمالمون غادي تستريما الاولى غتكون ضد السعوديه، دونك فريمون داكشي وو فهمتي، خصهم بزاف ديال السبور الدراري باش يقدروا انهم يحققوا واحد الانجاز اللي فريمون تاريخي اللي هو المشاركه ديالهم في فيفا اي نيشنز كاب. اصلا دابا حنا وفرحانين بهم في المستوى اللي وصلوا، بصح طاجا بغينا نشوفهم في الدنمارك، شنو شي توزاي بحال هكا ساعات وسط الدنمارك بشكل. نبقاو فيفا، وهاد المره غنهضروا على البرو كلوب وغنهضروا على اكس بروجيكت،
اللي خصهم يديروا شي بروجي اكس باش يحتفلوا كاملين بدوك الالقاب. او واو حتى دوك الالقاب حنا ما نحتفلوش حنايا. اكس بروجيكت نادي حافل بالالقاب. دونك كيف ما قلت لكم ربح الفي بي جي ديال نورت 7 ديال المرات بالدوري المغرب، 3 ديال المرات كاس المغرب، وهاد السيمانه دا بطل المغرب فيفا برو كلوب. اوه واه واه فين غالبا الالقاب هاد الدراري. وبغينا صاحبي شي بروجي اكس وانس اجين نحتفلوا به. لا ما بغيتيش. اوكي هادشي اللي كان بالنسبه للنيوز تاع اليوم الدراري. المهم غادي نحاولوا اننا نديروها مره في السيمانه، من وعدكم بوالو ما غنحاولوا اتليست مره في السيمانه نلوح لكم شويه بحال هكا ديال الخضروات. خصني كنبغي فريمون نهضر على داك الشيء اللي طاري في المغرب، ماشي شي حاجه اللي خارجه المغرب. خارج المغرب تفرج فيها بلاصه اخرى، ما عرفتش شنو طاري في المغرب، شنو كاين شنو. اوكي بيزو ويلي درت اوتر في بيزو. عاون الدراري رجوله تهلاو رجولة الأنوشات الله كاملين. يلا تلاح كلك بيزو. يلا لا مش مضربو ديك الرفيسة خيتي يالي. لا بغيتيش انت واحد ما بغي يدير شي حاجة بالرفيسة ديالي وغيرها.